أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنكمل مع بعض دراسة يونت 3 وهندرس النهاردة lessons 3 and 4. نبدأ بقراءة الكلمات. lodger lodger ده ساكن أو نزيل. bench bench مقعد ثابت. greet greet يحيي أو يرحب. kindness kindness حسن المعاملة أو عطف أو طيبة. جرافيتي جرافيتي أو جرافيدي لو أمريكان، يعني كتابة ورسوم على الجدران، جرافيدي. عندنا forms of communication، أشكال التواصل. meetings اجتماعات. local newspaper جريدة محلية. community center مركز خدمة المجتمع. notice board لوحة إعلانات. social network services خدمات شبكة التواصل الاجتماعي. بوسترز ملصقات. ليفلتس منشورات. لوكال راديو ستيشن محطة الإذاعة المحلية. كل دي وسائل للتواصل للمجتمع. عندنا كلمات كمان: كوميونيكيت يتصل أو يتواصل. ماترز شؤون أو أمور أو قضايا. مسج أوف ثانكس رسالة شكر. food market سوق المواد الغذائية. pleased يعني مسرور. business أعمال تجارية. experience يعني خبرة أو تجربة حياتية. darkness الظلام. weakness ضعف. illness مرض. بنكمل. visitors زوار. sweetness حلاوة أو عزوبة. calligraphy فن الخط. salty مالح. pleasant يعني لطيف أو ممتع. topic موضوع. respect يعني احترم، أو لو كانت نون يبقى احترام. media وسائل الإعلام. play طبعا لو verb يبقى يعزف أو يلعب أو يمثل، ولو طبعا نون يعني مسرحية. tenant يعني مستأجر. factory مصنع. healthy meal وجبة صحية. furniture أساس أو عفش. مدينا بعض الكلمات وال definitions بتاعتها in English. bench a long seat for two people or more. graffiti writing or pictures that people paint or draw on walls or buildings though they should not do this. هي طبعا الرسومات اللي غالبا بتبقى شباب عاملينها على الحيطان، غالبا ما بتبقاش حاجة فنية يعني. kindness حسن المعاملة. the quality of being kind, helpful and caring sorry towards other people. greet يعني يحيي أو يرحب. say hello to or welcome someone. lodger someone who pays for a room in a house. ده ساكن أو نزيل في غرفة، غرفة في بيت، ده lodger. أما التننت التانية دي someone who pays to live in a house، ده مستأجر بيت كامل، يبقى التننت ده مأجر بيت كامل يعيش فيه، أما اللوجر ده نزيل بيبقى واخد مجرد أوضة في بيت أو في فندق أو يعني مكان، أي مكان بيستأجر فيه غرف. أوكي، نوتس بورد لوحة الإعلانات. a board that people put on a wall to put messages on. دي طريقة من طرق الإعلانات، بيلزقوا إعلان على الحيط أو مكان بيبقى خاص، الناس بتبقى محتاجة حد أو محتاجة شغل، يعني مختلف الحاجات اللي بيعلنوا عنها. بيت اللي هو دفع مالا، give money for work someone has done. جدول السينونيمز والأنتينيمز. kind friendly unkind and hard. well fit good ال opposite أو الأنتينوم. ill unwell. remember keep in mind forget. pleasant nice good unpleasant. greet welcome or say hello to. ignore يتجاهل. fail يفشل. miss معناها برضو يفقد شيء. pass or succeed يعني يجتاز
أو ينجح succeed. ده على فكرة الـ present form ده المضارع منه، لكن عايز أقول نجح يبقى بنزود لها ED يبقى succeeded. طيب بيت إيه مدفوع الأجر أو مستحق الدفع، salaried إيه rewarded اللي طبعا الـ opposite free، noisy loud quiet silent poor needy اللي هو محتاج يعني أو عنده عاوز، rich wealthy. جدول الـ prefixes and suffixes، طبعا الـ suffix تقريبا كله ما عدا الأخيرة الـ prefix. طبعا الناس دي بتكون اسم زي weakness kindness darkness، الـ y بتكون صفة tidy happy angry dirty، الـ er بتكون اسم فاعل زي stranger، الآن طبعا دي بتعطي العكس unpleasant unwell. الـ general notes اللي عندنا طبعا لسه قايلين الفرق ما بين lodger and tenant. هنا الـ lodger is a person who pays rent for a room in a house، حجرة في مستأجر حجرة في منزل أو بنسميه الساكن أو النزيل. أما الـ tenant is a person who pays rent to live in a house، ده مستأجر بيت كامل. الفرق ما بين thanks to و thanks for، thanks to ده بيقول لنا معناها بفضل، يعني for example بقول thanks to your help، بفضل مساعدتك I succeeded in my exams، نجحت في امتحاناتي. أما thanks for اللي بيجي ورايا إما noun يا verb plus ing معناها شكرا لي أو شكرا على، thanks for helping me أو thanks for your help شكرا على مجهودك أو مساعدتك، I won't forget it forever مش هنساها للأبد. عندنا verb help بيجي مع حرف مختلف حروف جر مختلفة، help with يعني ساعد في، I helped my little sister with her homework ساعدت أختي في واجبتها. أما help بيجي يا إما وراها مصدر على طول يا إما to plus مصدر ومفيش فرق في المعنى، فبقول I help my little sister do her homework أو to do her homework إيه بساعد أختي في عمل واجب. experience و experiment. experience لها لو كانت noun معناها خبرة بالشكل ده، طبعا اسم لا يعد يعني ما بتتجمعش، لو أنا بتكلم عن الخبرات بقول مستر بدوي has got a lot of experience، لديه خبرات كتير. experiences يعني تجارب بعد في الحالة دي معدود، وتجارب حياتية. I've a lot of experiences in my life، عندي تجارب كتير في حياتي. experiment دي بقى تجربة معملية، تجارب اللي بتتم في المعمل. In science lessons we do experiments، نعمل تجارب علمية. الفرق ما بين historic و historical، historic ده شيء دي طبعا صفة لو شيء نفسه تاريخي أو أثري، شيء نفسه قديم، لكن historical ده بيقول لنا related to history معناه إن هو فيه قيمة معنوية متعلقة بالتاريخ. يعني مثلا بقول this building المبنى ده is historic، المبنى ده تاريخي قديم جدا أو أثري، it was built 300 years ago، اتبنى من 300 سنة. أما الـ historical قلنا this book is historical، الكتاب ده تاريخي ممكن يبقى لسه طالع من المطبعة حالا، أوكي؟ ولكن المحتوى بتاعه أو الكلام أو المضمون بتاعه بيحكي عن التاريخ. It's about محمد علي، الكتاب ده عن محمد علي. جدول الـ important expressions and prepositions، نقرأ الـ expressions الأول. Felt unwell يعني مش لازم أترجم، sit on a bench، improve the situation، pleased to meet you، have experience in، give me a call دي معناها يتصل تليفونيا، say hello. أما الـ prepositions communicate with، in need في احتياج، forms of communication أشكال التواصل، covered in، on the walls، no facilities for arrest.
بنكمل show kindness donate food to people pay for sale. وصلنا الجزء السكيلز، وطبعا أول سكيل عندنا أو المهارتين اللي عندنا reading and listening، هنقرأ مع بعض. أول dialogue between a man and a teen girl، بنت مراهقة، وفي شخصيات كمان على فكرة. طيب نبدأ نقرأ مع بعض. Thank you all for coming along to the meeting. I am going to show you a page on the whiteboard. Can you all see it clearly? هوريكو إعلان على البورد دي لوحة الإعلانات. Teen girl, what is a page from? Is it a website? Yes, it's a website for the local community to share ideas called a social network service page. صفحة من على النت. We're going to start one too. هنبدأ ننشئ صفحة زيها. Is anyone interested in helping? هل كلنا أو جميع مهتم يساعد؟ Woman, امرأة. It's a very good way to communicate with everyone. After all, not everyone can come to meetings. مش كل الناس بتقدر تيجي الاجتماعات. And it's much quicker and cheaper than delivering leaflets. طبعا الموقع اللي على النت أرخص وأسرع طبعا في التواصل. Teen boy, ولد مراهق. How do we start? إزاي نبدأ الموضوع؟ طيب في كمان قطعة كمان. Community matters. مشاكل مجتمعية أو أمور أو شؤون مجتمعية. أول موضوع هيتكلم عنه The kindness of strangers. طيبة الغرباء. Thanks to the kind person who helped my elderly neighbor last week. بفضل طيبة شخص بفضل الشخص الطيب اللي ساعد جاري الكبير أو العجوز الأسبوع الماضي. He felt unwell. حس إن هو مش كويس. And someone kindly helped him to a bench to sit on for a rest. ساعده إنه يقعد على bench. We need more trees. موضوع تاني. محتاجين أشجار أكتر. A few of us are going to plant some trees along the streets. It will help with pollution and also encourage more visitors to our town. Who is interested in joining our project? موضوع كمان. Computer repairs. إصلاحات الكمبيوتر. Hi neighbors. I have experience in repairing computers and mobile phones. Give me a call if you need help. ده حد بيعرض إن هو يساعد في إصلاح الكمبيوتر والموبايلات. Let's help those in need. دعونا نساعد المحتاجين. Please donate food to people who don't have enough. Volunteers are also wanted to help deliver books. محتاجين متطوعين كمان عشان يوصلوا السنة دي. Art class. The community center is going to be closed on Saturday next week from 4 p.m. to 7 p.m. for an art class. الفصل الرسم. Graffiti. I was disappointed to see the graffiti on the walls of the town hall. كنت طبعا محبط إن رأيت الرسومات اللي على الحائط على قاعة المدينة. This is a historic building. المبنى ده مبنى تاريخي. What are we going to do about it? هنعمل في الموضوع ده إيه؟ عندنا جزء كمان بيكلمنا هنا عن قصة معروفة جدا اسمها ديفيد كوبرفيلد، وطبعا دي written by تشارلز ديكنز، من القصص المشهورة جدا. هو جايب لنا جزء بس منها أو ملخص طبعا منها. بيقول لنا I was walking in the factory when one day، طبعا اللي بيتكلم الشخصية الرئيسية اللي هو ديفيد، sorry. When one day my manager greeted me, you have a visitor, he said. This is Mr. Mcoper, sorry. ده اسم الشخصية، مستر مكوبر. Pleased to meet you, David, said the man.
I'd like you to be my lodger. ديفيد طفل فقير شغال في مصنع، والراجل كوبر ده رايح يعرض عليه إن هو يبقى نزيل أو ساكن عنده في البيت بتاعه. He took me to his house after work. It was as poor and old as he was. طبعا كان راجل فقير جدا وكبير. He lived there with his thin wife, their baby and two small children. كان الراجل ده عاش مع زوجته وطفل رضيع وطفلين صغيرين. I never thought that we'd need a lodger, said Mrs. McCopper. زوجة الراجل اللي بتقول ما كنتش أعتقد إن إحنا هنحتاج نزيل حد يجي ياخد أوضة عندهم في البيت وطبعا يدفع مقابل يعني. But we don't have enough money, you see. I was 10 years old, طبعا ده ديفيد, and I had no help from my family, but my money from the factory paid for my food and room. The McCoppers, العيلة يعني, were very kind, but they were even poorer than me. كان حالتهم فقيرة جدا أكتر من ديفيد. One day, Mrs. McCopper said, We have nothing to eat in the house. I tried to give her some money. حاول ديفيد يديها فلوس. I can't take this, she said. But we have some things that we can sell. Can you help us? تساعدنا إن إحنا نبيع الحاجات اللي في البيت دي. So I sold some of their old books and furniture. I gave the money to Mrs. McCopper and she was able to cook us all a healthy meal. طبخت لهم وجبة صحية. الاكسرسايز على الفوكابلوري دي طبعا هنحلها ونعمل تشيك لها في النكست سيشن. كل ده طيب. وصلنا لجزء السبيكينج او المهارة التانية. طبعا المفروض ان احنا من اللي احنا قريناه communication in the community، التواصل في المجتمع. عندنا سؤال وإجابة. Do you communicate with other people in your community؟ هل بتتواصل مع بقية الناس في المجتمع بتاعك؟ Yes, I do. No, I don't. If you could communicate with others, which form of communication would you use؟ استخدم أي شكل أو أي وسيلة من وسائل التواصل. A social network service. موضوع تاني اللي هو discussing community problems، مشاكل المجتمع. What are the problems in your community? Graffiti on the walls of the historic buildings، رسومات أو الكتابة على جدران المباني الأثرية أو التاريخية. And there are not enough leisure activities for young people، وما فيش طبعا أنشطة ترفيهية للشباب. What are you going to do to improve the situation؟ هتحسن الموقف إزاي؟ I'm going to clean the graffiti on the walls and start a new sports club. نبدأ طبعا نادي رياضي جديد. How are you going to encourage people to help you do this؟ هتشجع الناس يساعدوك إزاي؟ I'm going to make posters and write a post on a social network service page. المهارة الأخيرة مهارة الرايتنج، الكتابة. طبعا لو هنتكلم أو طلب مننا نكتب عن الكوميونيتي ماترز، المشاكل أو قضايا المجتمع، عندنا طبعا جمل هنا كتير تساعدنا. There is a website for the local community to share ideas. It's called a social network service page. It's a good way to communicate with everyone and much quicker and cheaper than delivering leaflets. It's a kind to help elderly people. Planting more trees will help with pollution and also encourage more visitors to our towns. I was disappointed to see the graffiti on the walls of the library. It's a historic building. We need to donate food to people who don't have enough. We need volunteers to help deliver boxes. طبعا هو اتعرض في الجمل دي لمشاكل كتير من اللي هو جاب أو اتكلم عنها في الدرس اللي ورا.
يا ريت نكتب التو باراجرافز دول. أول واحد communication in your community، تواصل في مجتمعك شكله إيه وإزاي، وطبعا a problem in your community، مشكلة في مجتمعك. ممكن نتكلم عن مشكلة الجرافيتي ومشكلة إن مفيش أنشطة للشباب وإزاي نحل المشكلة. طبعا كل ده موجود وايد. الجزء الأخير عندنا جزء اللانجوج اللي هو جزء الجرامر. طبعا النهاردة هنتكلم عن أو بيفكرنا بالفيوتشر. الفيوتشر كنا خدنا قبل كده إن إحنا في 4 طرق نقدر نستخدمهم to express future، منهم طبعا أشهرهم well plus infinitive معناه سوف، ودي أكتر واحدة استخداما، وطبعا التانية أو الطريقة التانية اللي هي be going to، وطبعا بنترجمها أو الجزء ده بنترجمه سوف، وبرضو دي استخداماتها أقل شوية من will، ولكن أكتر من الطريقتين الأخرى اللي هو طبعا ال present continuous كنا خدناه في يونت قبل كده، المضارع البسيط سوري المضارع المستمر، وفي كمان ال present simple أقدر أستخدمه to express future برضو. طيب خلونا نركز على الطريقة ديت اللي هي be going to. الفورميشن بتاعتنا لو هنعمل جملة خبرية مثبتة بنبدأ بال subject، وبعد كده على حسب شكل ال subject اللي عندي هختار am or is or are، دول أشكال verb to be، وبعد كده going to plus infinitive. الجزء ده اللي هو بداية من verb to be ل going to ده مش من ما بنترجموش معنى ذهاب خالص، الجزء ده كله بنترجمه بمعنى سوف، سوف والفعل اللي شايل المعنى. طيب طبعا ده في حالة الجملة الخبرية، لو هنفي طبعا هزود not بعد am or is or are، يبقى am not or isn't or aren't، ولو هعمل سؤال طبعا هطلع أشكال verb to be قبل ال subject، وبكده عملت السؤال. طيب الأهم من ده اللي هو ال usage، إمتى أستخدم تركيبة going to عشان أعبر عن ال future؟ بيقول لنا لها كذا استخدامات. أول استخدام future plans، يعني خطط مستقبلية. خطط يعني أنا قعدت فكرت وقررت أو هعمل خطة دلوقتي عشان حاجة تحصل أو حاجة أعملها في الفيوتشر في المستقبل. بس ناخد بالنا ما حطيت الخطة بس ما عملتش إجراءات لتنفيذها، لأن لو بدأت أنفذ الخطة أو أعمل arrangements لها، لا في الحالة دي لازم أستخدم حاجة تانية اللي هو present continuous المضارع المستمر. في حالة إن أنا عملت arrangements لازم أستخدم ال present continuous. ثواني. تمام، يبقى أول استخدام عندنا لل going to إن أنا يبقى عندي future plans خطط مستقبلية، وهنلاقي معانا بعض التعبيرات في الجملة زي have plans أو make plans خطط. For example بقول لكم I'm going to travel to Hurghada this summer، أنا سوف أسافر للغردقة هذا الصيف. This is my plan، أنا فكرت وحطيت خطة لكن ما نفذتش أي حاجة منها حتى الآن. تمام. طيب إيه كمان الاستخدام التاني؟ intentions اللي هي النوايا، وبيقول لنا بيجي مع تعبيرات زي intended ينوي، my intention is نيتي أو قصدي هو، أو have intentions عندي نوايا. بيقول لنا for example we're going to travel by train، نحن سوف نسافر بالقطار. We have intended، نحن نوينا نعمل ده. I'm going to build a house by the Nile، أنا سوف أبني بيت بالقرب من النيل. It's my intention، دي نيتي. وبرضو نية أو خطة أو حتى قرار اللي هو الاستخدام التالت، كلها حاجات أنا فكرت وقررت أو خدت نية أو حطيت خطة، كلها ما بدأناش في تنفيذ أي حاجة، مجرد لسه الحاجة في دماغي. طيب decisions يعني قرارات المدروسة بتأني، إن أنا قعدت أفكر وقررت، وطبعا بيجي expressions معاها زي I've decided، لقد قررت. My decision is قراري هو. This is decision، هذا قرار. For example I'm going to buy a new car، أنا سوف أشتري سيارة جديدة. This is my decision، ده قراري. طيب ناخد كل الحاجات دي الثلاث استخدامات دولت عكس will. will لو أنا باخد قرار سريع
ما بفكرش، ما بحطش خطة، أي حاجة فيها قرار سريع بدون تفكير بستخدم will. The telephone is ringing. I'll answer or I'll reply on it. ما أكيد ما قعدتش أفكر ولا خدت قرار إن أنا أرد على التليفون، وهكذا. طيب الاستخدام الرابع برضو من حاجات العكس will. هنا في will لو أنا بعمل تنبؤ في المستقبل بس ما فيش دليل. On my son will be famous actor. ابني هيبقى ممثل مشهور. ما فيش أي دليل ولكن هو مجرد تنبؤ. ولكن لو ال predictions دي أو التنبؤات دي based on present evidence، معتمدة على دليل في الحاضر، يعني في دليل على حدوث الشيء ده في المستقبل، يبقى بستخدم going to مش بستخدم will. For example بقول it's going to rain، الدنيا سوف تمطر. I can see the dark clouds in the sky، أنا قادر أشوف السحب الغامقة في السماء. ده الدليل بتاعي اللي موجود في البريزنت إن هيحصل مطر كمان شوية. في well ما بيبقاش عندي دليل، مجرد تنبؤ وخلاص. Number five actions which are about to happen، بيقول لنا لو الأحداث على وشك الحدوث، في الحالة دي بستخدم going to، وغالبا بيجي معاها عبارات تحذيرية زي look out، be careful، احترس، خليك حريص، watch out، احترس. زي مثلا for example look out، احترس، is going to crash، وسوف يصطدم. دي كلها استخدامات طريقة going to express future. طبعا عندنا الاكسرسايز ده على اللانجوج لازم نحله، وهنعمل تشيك للانسرز المرة الجاية في اللايف سيشنز بتاعتنا. وصلنا للجنرال اكسرسايزز lesson 3 and 4، طبعا ده برضو هيتحل، والنكست بيج كمان. طبعا عندنا في النهاية الباراجراف، وتقريبا نفس الفكرة، واحد من الاثنين اللي المفروض نكتبهم، فاوكي مش ما نكتبش ثلاثة، نكتب اثنين. هنا بيقول لنا a review on the problems in your community، دي مشاكل المجتمع، بس هو الباراجراف اللي ورا كان مشكلة واحدة، فممكن يعني as you like ممكن نكتب اثنين او ثلاثة على قد ما نقدر. وبكده انتهى درسنا النهاردة، واشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو. أشوفكم فيديو قادم ودرس جديد. سلام.